سيكون لنا دور في مراقبة أداء الحكومة وتطبيق البرنامج الحكومي، وتم تشكيل لجنة في مجلس النواب العراقي، لجنة دائمية تحت اسم التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي. هاي اللجنة ستلعب دور مهم في مراقبة البرنامج الحكومي فضلا عن كل يعني لجان مجلس النواب الأخرى، وسيكون لنا تواصل مع رئيس الوزراء أيضا لتقديم كابينة الحكومية ما متبقي من الكابينة الحكومية خلال الأيام القادمة، لتشرع الحكومة ببرنامجها الحكومي الذي نأمل أن ينعكس إيجابا على واقع الوطن المواطن.